بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت السميع العليم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا، إنك أنت الجواد الكريم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين. أما بعد، حياكم الله. استكمل سويا مدارسة سورة النمل، هذه السورة التي قلنا إنها من مقاصدها إظهار أحوال الشاكرين ونماذج من عباد الله تعالى الشاكرين. السورة في أواخرها الآن تتحدث عن مواقف بعض من لم يشكر الله سبحانه وتعالى، ثم تذكر كيف يدرك الإنسان نعم الله سبحانه وتعالى عليه. فيقول الله سبحانه وتعالى: وقال الذين كفروا أإذا كنا ترابا وآباؤنا أإنا لمخرجون. كان من سبب شقاء هؤلاء الكفار إنكارهم للبعث، فهؤلاء يقولون: أإذا فنيت أجسادنا وصرنا ترابا وصار آباؤنا كذلك ترابا أإنا لمخرجون، أإنا لمبعوثون من قبورنا وصرنا أحياء مرة أخرى. لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين. لقد جاء أنبياء سابقون وقالوا هذا الكلام، لقد وعد آباؤنا أنهم سيبعثون. وسمعنا أن بعض الأنبياء أيضا قالوا ذلك، فهذا الكلام قد سمعناه من قبل، لكننا ما رأينا أحدا صار حيا بعد أن مات. إن هذا إلا أساطير الأولين، هذا الذي يتحدث به هؤلاء الأنبياء ومنهم محمد صلى الله عليه وسلم، ما هو إلا أحاديث الأولين أو أكاذيب الأولين التي كتبت. هذه الآيات تدلنا على سبب الشقاء، سبب الكفر الذي يبدأ بالكفر بالله سبحانه وتعالى ولا ينتهي عند الكفر بنعم الله سبحانه وتعالى. وهذه الآيات أيضا هي التي تبين سبب السعادة والشكر، شكر الله الذي يبدأ بالإيمان به والذي لا ينتهي عند شكره على ما أنعم سبحانه وتعالى. الاعتقاد بالحياة بعد الموت، الاعتقاد بالجزاء والحساب والجنة والنار، هذا هو الذي يضبط بوصلة الإنسان، إما على أن يكون من الشاكرين أو أن يكون من الكافرين. فالآيات الآن تذكر لنا أحوال من كفر نعمة الله سبحانه وتعالى. طيب، كيف السبيل في الإيمان بالله؟ كيف السبيل لإدراك نعم الله؟ السير في الأرض، النظر، يعني أترك عنك ما يدعوك إليه الأنبياء، انظر بنفسك. وهذه طريقة متكررة في القرآن، أن القرآن كثيرا ما يعرض كفر الكافرين بالأنبياء وتكذيبهم للأنبياء، ثم يتبع ذلك بأمرهم بالنظر في الكون، لأن النظر في الكون هو الذي سيقودهم إلى السؤال: من خالق هذا الكون؟ ماذا يريد مني خالق هذا الكون؟ ثم بعد ذلك لن يجد هؤلاء الإجابة إلا عند من كذبوهم من الأنبياء والمرسلين. فالله تعالى هنا يأمرهم بالسير والنظر، فيقول: قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين.
قل سيروا في الأرض فانظروا، قل يا رسول الله ويا كل داع إلى الله تعالى لكل من يكذب بقانون الجزاء الرباني. سيروا في الأرض فانظروا بأبصاركم، سيروا في الأرض فانظروا بأبصاركم وتفكروا بعقولكم كيف كانت أحوال المكذبين السابقين، وهل نفعهم تكذيبهم بالله تعالى وبرسله، وكيف حل بهم عقوبات الله تعالى الربانية في الدنيا، وكيف سيحل عليهم عقوبته في الآخرة. طبعا الخبر هنا ليس المراد به مجرد الإخبار، ولكن الغرض هنا من الخبر التهديد، يعني يا أيها الذين كفروا بالله وبرسوله وأنكروا البعث إن لم تؤمنوا بالله فسيكون لكم المصير نفسه الذي لاقاه هؤلاء المكذبين من قبلكم. فهذا خبر، هذا خبر يراد به ماذا، أو هذا أمر يراد به ماذا؟ التهديد والوعيد. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين، كيف كانت عاقبتهم، سيجدون أنهم حلت بهم عقوبات الله في الدنيا بالإضافة إلى ما ينتظرهم من عقوبته في الآخر. ثم قال الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم تسلية له عما يجد من تكذيب المكذبين واستهزاء المستهزئين، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بشر من البشر، يحزنه ما يحزن البشر ويفرحه ما يفرح البشر. فهم كانوا يستهزئون ويكذبون ويتهمون رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمور كثيرة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم حريص على إيمانهم. فالله تعالى هنا يقول له ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون. ولا تحزن على من تحرص على إيمانهم، على من تحرص على نجاتهم، على من تحرص على إنقاذهم من الخلود في النار من كفار قومك. ولا تك في ضيق، الضيق يكون ضيق الصدر والألم يكون في النفس، والإنسان يضيق صدره وتتألم نفسه إذا مكر به أو إذا كيد له أو إذا حقد عليه أو إذا أوذي من الخلق. ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان كل ذلك. يقول ولا تكن في ضيق مما يمكرون، يعني الله عز وجل حافظك، الله ناصرك، الله يرد عنك كيده. إذن الله يعلم مكرهم وأخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم، أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم عاد هؤلاء الكفار للتكذيب فقالوا ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. ويقولون، ويقول كفار مكة كعادتهم في الاستهزاء، متى يحل بنا العذاب الذي تعدنا به؟ أنزل علينا هذا العذاب الذي تتوعدنا به، لا نرى أنفسنا معذبين، لماذا لا نعذب كما تقول وكما تدعي؟ فهم الآن يقولون متى هذا الوعد استهزاء برسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، إن كنت أنت ومن يتبعك صادقين في أن العذاب ينزل بالمكذبين. فيقول الله عز وجل قل، يعني أخبرهم يا رسول الله، قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون. الله عز وجل هنا يقول نبيه صلى الله عليه وسلم قل لهم إن هذا العذاب قرب منكم، أو قرب بعض العذاب الذي يعدكم به ربكم سبحانه وتعالى، فلا يغرنكم إمهال الله فقد يأتيكم عذابه وأنتم عنه غافلون.
وعذابهم قريب. عذابهم يا أيها الإخوة قريب. كيف يكون عذابهم قريب؟ الله تعالى يقول: إنا أنذرناكم عذابا قريبا، فوصف العذاب بأنه قريب. لماذا وصفه بأنه قريب مع أنه يوم القيامة لسه بعيد، ومع أنه يعني لسه دخول النار ودخول الجنة والحاجات دي لسه بعيد خالص؟ لماذا قال الله إنا أنذرناكم عذابا قريبا، ولماذا قال هنا قل عسى أن يكون ردف لكم، يعني دنا وقرب بعض الذي تستعجلون من العذاب؟ ونعم، الإجابة كالآتي: أولا، العذاب قريب لأن كل ما هو آت قريب. أي حاجة هتيجي تبقى قريبة، أي حاجة هتيجي تبقى قريبة. ليه؟ لأن الزمن يمضي سريعا. من خصائص الزمن أنه بيمضي بسرعة. يا ابن آدم إنما أنت أيام معدودة، فإذا ذهب يوم ذهب بعضك، ويوشك إذا ذهب البعض أن يذهب الكل. وإحنا كلنا نعلم ذلك من أنفسنا. واحد فينا فوجئ إن هو بقى عنده مش عارف كم سنة، مع أنه كان لسه مبارح لسه عيل صغير. فكل ما هو آت قريب. ثانيا، إن عذابهم وقيامتهم ليست هي القيامة التي تنقلب فيها الدنيا ويجمع فيها الشمس والقمر، لا، قيامتهم قبل ذلك بكثير. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من مات فقد قامت قيامته. فالكفار اللي كانوا بعرض النبي صلى الله عليه وسلم دول هيعيشوا كم سنة؟ يعني وقت ما يعني يعيشوا كتير، 20-30 سنة كمان. بعدها ينزل بهم الموت، وعندها يعاينون عذاب الله سبحانه وتعالى. ده على افتراض ان ربنا سبحانه وتعالى ما عذبهمش في الدنيا، لانه حصل لهم عذاب في الدنيا بالهزيمة في بدر، وبإذلالهم في فتح مكة، وغيرها من المواقع والمواقف التي ظهر فيها عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا نوع من العذاب. أما العذاب الذي كانوا يعني يتمنون أن يكون كالأمم السابقة من الصواعق والرياح والزلازل والبراكين ونحو ذلك، فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا ربه ألا يأخذ أمته بذلك، رجاء أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله تعالى. قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجل. وإن ربك لذو فضل. الخطاب هنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولكل من يقرأ الكتاب. وإن ربك لذو فضل على الناس. الناس يعني فضل الله سبحانه وتعالى لا يقتصر على المؤمنين بس، لا، هؤلاء الكافرين المكذبين بالله ورسله المجاهرون بالمعاصي ليل نهار، أفضال الله عليهم متتابعة. هم بيعصوا الله بمال الله، بيعصوا الله على أرض الله، بيعصوا الله تحت سماء الله، بيعصوا الله بالقوة والصحة والرزق الذي أعطاهم له الله. فالله عز وجل متفضل على الناس جميعا. وإن ربك لذو فضل عن الناس. ومن فضل الله عز وجل أنه يمهلهم لعلهم يتوبون. يعني يبقى الكافر صاحي نايم واكل شارب في معصية الله وفي سب الدين لله ورسله وفي الاستهزاء بالله ورسله، ومع ذلك ربنا سايب. لذلك من أسماء الله سبحانه وتعالى الحليم، من أسماء الله الصبور. سبحان الله. إذن وإن ربك لذو فضل على الناس، ومن فضله إمهالهم لعلهم يؤمنون. ولكن أكثرهم لا يشكرون. أكثرهم يعني أكثر الناس. طب مين اللي هيشكر؟ المؤمن يشكر الله سبحانه وتعالى على إمهاله هو، وعلى إمهاله الكافر أيضا. ليه؟ لأن الله عز وجل إذا عامل الكافر بالفضل فيرجى أن يعامل المؤمن بالفضل. إذا ربنا سبحانه وتعالى كان حليم وصبور على الكافر
يبقى احنا الحمد لله ان شاء الله يرجى لنا ان يكون حليما وصبورا علينا. اذا غفر للعاصي طيب يرجى ان يغفر لنا ايضا. لذلك بعض العلماء لما بلغه موت بعض المجرمين والعصاة دعا له بالمغفرة، فالناس قالوه يعني انت كيف تدعو لهذا الرجل يعني، وهو كان يجاهر بالقتل، قتل الناس والفسق وكذا وكذا. فقال لهم أدعو الله له لأنه إن غفر الله له فإنني أرجو أن يغفر لي. يعني إن ربنا غفر لهذا المجرم فأنا ما ارتكبتش عسر اللي هو ارتكبه، فإذا أرجو إذن أن يغفر الله لي. شوفوا الناس مركزين مع نفسهم إزاي، الناس عايزة تنجو، الناس عايزة تنجو بنفسها. فمن فضل الله سبحانه وتعالى الإمهال، وهذا الإمهال للكافر وللمؤمن، وإمهاله للكافر نعمة علينا نحن أيضا ينبغي أن نشكرها، والله عز وجل يمهل الكافر والمؤمن، إحنا كلنا مقصرين ومع ذلك الله يمهلنا. وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون، وإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون. يعني هذه أيضا طمأنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وطمأنة للمسلمين الذين جاءوا بعد رسول الله، إن كيد الكافرين مكر الكافرين ضد رسول الله أو ضد الدين كراهيتهم لله ورسله والمؤمنين، كيدهم لأهل الإسلام معلومة معلومة. يعني الله عز وجل موجود ليس غائبا. فيقول وإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم، ما تخفي صدورهم وما يعلنونه. يعني الحالات اللي تظهر على السطح دي يا أخوانا هي عبارة عن مخزون ظهر بعضه بس، زي البركان كده، البركان عمال يغلي تحت الأرض ولا يظهر منه إلا حاجات بسيطة. فإنت لما تلاقي واحد أظهر الكفر أو أظهر الكراهية للدين أو لبعض الدين أو تعرف أن في داخله أكثر، هذا الذي في داخله وفي خارجه، أو هذا الذي في داخله سواء أبداه أو لم يبديه الله يعلمه. طيب إذا كان الله يعلمه فهو محيط به علما سبحانه وتعالى، فهو سبحانه وتعالى يحفظ المؤمنين برحمته، فهو سبحانه وتعالى يخذل هذا الكافر. يعني لو ترك الأمر للكافر لربما آذى المسلمين وآذى رسول الله أكثر من الإيذاء الحاصل، لكن هناك تخذيل من الله سبحانه وتعالى نحن لا نعلمه. وإن ربك لا يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين. يعني خدها قاعدة، مش بس اللي في عقل الكافر وفي قلب الكافر ربنا يعلمه، لا، ده كل ما يغيب في السماء أو كل ما يغيب في الأرض الله يعلمه. مش يعلمه بس، لا ده كمان كتبه. يعني تأكيد على أنه معلوم كتبه في اللوح المحفوظ. إذن لا من موجود في الأكوان يغيب عن إدراكنا أو نشهده نحن موجود في السماء أو في الأرض إلا وهو معلوم لله سبحانه وتعالى مدون في كتاب مبين، كتاب بين واضح لمن يطلع عليه أو لمن يأذن الله سبحانه وتعالى له بالاطلاع على هذا الكتاب. واللوح المحفوظ لا يطلع عليه كل الملائكة، اللوح المحفوظ محفوظ لا يطلع عليه من الملائكة إلا من أذن الله له. إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. من رحمات الله التي تستحق الشكر، وإحنا قلنا أن هذه السورة تعرض لنماذج من عباد الله الشاكرين، ويعني تدعونا إلى شكر المنعم سبحانه وتعالى. فمما ينبغي أن نشكر الله عليه أن ربنا أخرجنا من حيرة الاختلافات، وإحنا يمكن كمسلمين
ما يحسش بده قوي، ما يحسش فعلا بالحيرة إلا إنسان لم ينشأ على الإسلام وقعد يدور في الأديان ويشوف الحجج المتعارضة ويتعب في حياته ونفسيته تتعب، وفي الآخر ربنا يهديه للإسلام. إحنا لأننا الحمد لله عندنا مناعة ذاتية بكنا ولدنا مسلمين، فإحنا ربما لا نشعر بهذه النعمة. زي بالضبط إحنا كده ما نشعرش بقيمة عينينا إلا إذا وجعتنا، ما نشعرش بقيمة أسناننا إلا إذا وجعتنا، حاجات كتير قوي إحنا بالنسبة لنا هي موجودة. فإحنا نعمة إنك تبقى عارف إن الكون ده ليه إله واحد، دي نعمة لا نشعر بيها. نعمة إنك تبقى عارف إنه في جنة ونار وحساب وجزاء، وإن الظلم اللي أنت شايفه ده مش هو النهاية، دي نعمة. نعمة إن يبقى لك قدوة رسول كامل معصوم، دي نعمة. نعمة إن يبقى لك كتاب تقرأه لما تبقى الحياة صعبة عليك، وإله تذكره لما الدنيا تضيق بيك، دي نعمة. نعم كثيرة جدا نحن لا نقدرها. من نعم الله تعالى إنه أنزل هذا القرآن ليقص على الناس خاصة بني إسرائيل ما يختلفون فيه. ما الذي يختلف فيه هؤلاء؟ يختلف هؤلاء في أمر الإلهيات، هل الله واحد ولا ثلاثة؟ في أمر النبوات، الأنبياء دول أخبارهم إيه؟ هل كانوا يعني ناس يعني كده زي ما التوراة بتقول عنهم إنهم كانوا شاربي خمور وزناه ويعني ليهم كده ناس مجرمين والعياذ بالله، ولا إيه هم يعني الأنبياء بالضبط؟ فالله عز وجل يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. وإذا قص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون فهو يقص علينا نحن أيضا، حتى لا ندخل في متاهات أو المتاهات التي دخل فيها بنو إسرائيل. هناك تعرف إنه سليمان عليه السلام كان نبيا ولم يكن ساحرا كافرا كما يدعي اليهود، دي نعمة من الله سبحانه وتعالى. كنت تعرف إنه الأنبياء عليهم السلام صورتهم ناصعة ليس كما ادعى اليهود في التوراة. كنت تعرف إن عيسى عليه السلام كان نبي ولم يكن إله ولا ابن إله ولا كتم عن الله سبحانه وتعالى. كنا وقعنا في الحيرة والضلال وكنا قضينا أعمارنا كلها مش مقتنعين بأي دي من هذه الأديان لأن كلها متخشش العقل، وكنا عشنا ومتنا كده كما تحيا وكما تموت الأنعام. فالله سبحانه وتعالى من علينا بالقرآن ومن علينا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذه نعم كبرى تستحق الشكر. إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون، وإنه القرآن لهدى. هدى الإنسان لما يبقى عايش كده أو يعني موجود كده في أوضة ظلمة وبعدين تنور لمبة، يبقى كده اللمبة دي بتخليه يشوف الطريق بدل ما هو عايش في الأوضة الظلمة دي مش شايف تحت رجليه فيقعد يخبط مرة في الترابيزة مرة في الكرسي. فالقرآن كده، القرآن نور في ظلمات هذه الحياة، القرآن نور في ظلمة الأفكار والعقائد والفلسفات وصعوبة الحياة. وإنه لهدى، هداية من الضلال، والضلال يعني الحيرة، ورحمة، مش هداية بس يعني ممكن تبقى لحاجة هداية لكنها شاقة. زي بالضبط كده انت عارف ان الطريق هناك اهو لكن عشان توصل لازم تطلع جبل. القرآن مش كده، القرآن هداية وإيه؟ ورحمة، رحمة من الله سبحانه وتعالى لجميع من آمن به، لأن من آمن بالقرآن هو فقط الذي ينتفع به. أما من لا يؤمن بالقرآن فإنه لا ينتفع بهدايته ولا ينتفع برحمته. وكلما الواحد فينا نفذ أوامر الله سبحانه وتعالى الموجودة في القرآن كلما أحس بهدايته ورحمته، وكلما ابتعد كلما ابتعد عن مصدر الهداية والرحمة فيشعر بالشقاء والضلال والحيرة. إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم. إن ربك، خطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، خطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إن ربك يا رسول الله
واحنا قلنا قبل كده ان الخطاب اذا كان لرسول الله فهو لكل داع بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقضي بينهم، بينهم يعني الاعداء، يعني كل من يعادي رسول الله او كل من يعادي دين الله سبحانه وتعالى، الله تعالى يقضي بينهم سيحاسبهم. ومعنى انه يحاسبهم انه سيكفيه امرهم. ففريق منهم يموت، يعني كده ينتهي لما يموت، والمده بايد مين؟ بايد ربنا سبحانه وتعالى. احنا لسه من اسبوعين سمعنا عن هلاك هذا الرجل الذي كان يسيء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فالحمد لله كفانا الله شره. وفريق ربنا هيحبط مكائدهم، فإحنا الحمد لله معنا الله سبحانه وتعالى، ومن معه الله فليس عليه أحد. إن ربك يقضي بينهم بحكمه، بحكمه يعني بأحكامه النافذة المتتابعة، وهو سبحانه وتعالى إذ يحكم فهو القوي الغالب القدير على حماية المؤمنين من مكائدهم، وهو العزيز العليم، العليم بأحوال هؤلاء الأعداء وبمكرهم وبما يدبرونه ضدكم. والمسلمين دلوقتي يا أخواننا لو تفكرتم في حالة يرثى لها، يعني لو ربنا سبحانه وتعالى ما يدفعش عننا، كان زماننا أكلنا من زمان. والإسلام على مدار التاريخ، لما حضراتكم تتبعوا كده تاريخ المسلمين اللي واصل لألف وربعمائة سنة، تتعجبوا كيف بقي هذا الدين حتى الآن. يعني المسيحية حرفت بعد وفاة المسيح بمائة سنة، ما فيش حاجة اسمها مسيحية. اليهودية نفس الكلام. طيب كيف بقي هذا الدين ألف وربعمائة سنة محفوظا وأمته موجودة؟ بل والأمة في أشد لحظات ضعفها، اللي هو زي دلوقتي كده، المسلمين لا ليهم دولة واحدة ولا ليهم حد بيدافع عنهم، نسمع عن الجماعة في الهند بيتحرقوا وبيتعملوا وإحنا قاعدين ساكتين ما حدش بيدافع عنهم، يعني المسلمين بيتقال لهم موتوا وانتوا ساكتين، ومع ذلك وإحنا في أشد لحظات ضعفنا الإسلام بيغزو قلوب المنصفين من الغربيين والشرقيين بقوة الدفع الذاتية، وهو أسرع الأديان انتشارا. مش دي حاجة عجيبة؟ مش دي حاجة عجيبة؟ مش ده أمر عجيب يستدعي التأمل ويستدعي النظر؟ لا شك إنه أمر عجيب يستدعي التأمل والنظر، ولا شك أنه من كفاية الله سبحانه وتعالى لنا. إحنا لولا كفاية الله لنا كان المسلمين دولت أبيدوا من زمان، من زمان. خاصة أن أنت لقمة سائغة، المسلمين الآن لقمة سائغة، يعني لو قررت مثلا الدول الكبرى دلوقتي ان هي تدخل على ديار المسلمين تقتل وتدبح، ايه القوه اللي عندنا؟ ايه القنابل اللي عندنا عشان ندافع بها عن نفسنا؟ المسلمين ما يعلم بهم الا ربنا، احوالهم كلها ما يعلم بها الا ربنا. فاحنا محفوظين بحفظ الله سبحانه وتعالى، ومع هذا الضعف الشديد موعودين بالنصر. سبحان الله، حاجه عجيبه، حاجه عجيبه، موعودين بالنصر. والمسلمين ياما تعرضوا، يعني في هجمات مضاده كتير جدا المسلمين تعرضوا، الحملات الصليبيه، شوف كم حمله صليبيه على العالم الاسلامي، التتار اللي ما سابوش الاخضر ولا يابس، الهجمه الاستعماريه الحديثه بعد سقوط الخلافه وقبلها، كلها هجمات المسلمين خرجوا منها امه موجوده عافيه باقل الخسائر الممكن. سبحان الله، لولا أن الله سبحانه وتعالى كتب بقاء هذا الدين لكان اختفى من زمان، لكان اختفى من زمان. فأنتوا لما بقول لحضراتكم إنه في كيد، وهذا الكيد الله عز وجل يدفعه عنا، ده كلام أكيد، يعني مش حاجة تخمين، وإلا كيف بقي هذا الدين حتى يومنا هذا؟ كيف كلما حورب الإسلام يمتد ويشتد؟ حاجة عجيبة، حاجة عجيبة. احنا دلوقتي مثلا في شهر المولد النبوي، الله عز وجل لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم ورفعنا لك ذكرك، تعرفوا ان من رفع ذكر سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، من معالم رفع ذكره، انه بعض الحمقى يشتمه
فالمسلمين ينبروا للدفاع عن نبيهم صلى الله عليه وسلم فيكثر ذكره صلى الله عليه وسلم. يبقى واحد سب النبي صلى الله عليه وسلم فملايين صلوا على النبي وملايين دفعوا عن النبي وملايين نشروا سنة النبي، ده من رفع ذكره صلى الله عليه وسلم. فأخونا ما تحسبوش الأمور فقط بالحسابات المادية، الله عز وجل له ترتيبات. فإن ربك يقضي بينهم بحكمه، فبعضهم يموت وبعضهم ربنا يرد كيده زي ما بنقول، وهو العزيز العليم. فتوكل على الله. يبقى واجبنا الذي يأمر الله عز وجل به إن احنا نكون مع الله معتمدين على الله، نثق بالله، نفوض أمورنا إلى الله، ندع ربنا سبحانه وتعالى يدبر لنا أمورنا. إنك على الحق المبين. يا سلام يا سلام، يعني تخيل أنت كده لما الواحد يكون في لحظات ضعف ومش عارف هو صح ولا غلط، يجي نقول له إنك على الحق المبين. والكلمة دي احنا محتاجين نحفظها كلنا. المسلمة دلوقتي اللي بتلبس الحجاب في العالم كله بيدعو للعري، نقول له إنك على الحق المبين، نقول لها إنك على الحق المبين. الشاب دلوقتي اللي بيحمي نفسه من الحرام رغم إنه كل حاجة بتدعو للشهوات، نقول له إنك على الحق المبين. البنت العفيفة اللي محدش بيلمس إيدها إلا زوجها رغم إنها ممكن تكون كبرت في السن، نقول لها إنك على الحق المبين. الأب اللي بيعلم ولاده القرآن في زمن الناس كلها عايزة تعلم ولادها اللغات ويخلوهم يبقوا أنصاف ملحدين بالمدارس الأجنبية اللي بيدخلوها لعيالهم، نقول لهم إنك على الحق المبين. كل واحد متمسك بفريضة أو بسنة في ظل هذا الزمن اللي بيدعو الناس لترك الدين، بل وتشجيع ترك الدين، بل والنظر إلى المعاصي على إنها تقدم وتطور، نقول لهم إنك على الحق المبين. أصبر، الموضوع مش هيستمر كتير، الدنيا منقضية. فإذا فتوكل على الله إنك على الحق المبين. إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء. إنك الخطاب لمين؟ لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وكل داع إلى الله من أمته بعده صلى الله عليه وسلم. إنك لا تسمع الموتى، يعني الخطاب، الدعوة إلى الله، ما في القرآن من هداية ورحمة، ما في السنة من هداية ورحمة، لن يسمعها موتى القلوب. يعني لازم الواحد عشان يهتدي يكون عنده القابلية، العين عشان تشوف لازم تبقى موجودة، لما تقيد لها النور تشوف، لكن العين لو أصلا الإنسان أعمى لو ابتلوا أنوار الدنيا كلها مش هيشوف. فالعين عشان تشوف لما تقيد لها النور لازم تكون العين بتشتغل، طب العين لو عمية مش هتشوف. فهؤلاء الكفار عمي عمي، ولن يروا ما في القرآن من هداية لأنهم عطلوا نعمة الله سبحانه وتعالى. إنك لا تسمع الموتى، موتى القلوب الذين وصلوا إلى حضيض الكفر، ولا تسمع الصم، الأصم لا يسمع، الذي انصرفت نفسه عن سماع كل نداء إلى الله سبحانه وتعالى. هؤلاء النافرون من الدعوة الذين تولوا عن قبول دين الله سبحانه وتعالى وابتعدوا مدبرين، لا تنفق وقتك معهم، لا تضيع طاقتك معهم. نعم نحن نحزن على عدم هداية الناس كذا كذا، لكن إن علم الله فيهم خيرا سيسمعهم، كذا قال ربنا سبحانه وتعالى في سورة الأنفال. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. إذا خدها معايا قاعدة، إنه مش كل اللي عنده عين بيشوف، ومش كل اللي عنده ودان بيسمع، ومش كل اللي عنده قلب بيعقل. كذا قال ربنا أيضا، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها. احفظها دي كمان النهاردة، مش كل اللي قلب بيفهم ولا بيؤمن، ومش كل اللي عين بيشوف، مش كل اللي أذن بيسمع. إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء
إذا ولوا مدبرين، يعني أنت عشان الناس تقبل لازم يكون عندها شيء من الإقبال، شيء من القبول. لكن اللي عايز يبعد يبعد يبعد، ده خلاص اتركه، ما تضيعش وقتك معاه، خلاص بقى حال ما يئوس منها، طاقتك انفقها في مكان آخر. إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين، وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم. وما أنت، اخطب أيضا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، بهادي العمي، عمي القلوب، عن ضلالتهم، صارفا لهم عن ضلالتهم. يعني وما أنت بهادي عمي القلوب بحيث تصرف هذه القلوب عن ضلالتها. ده المعنى، ده المعنى. وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم، إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. يعني السماع القرآن لا ينفع إلا من آمن به، فهو الذي يتأثر بالقرآن. فالقرآن هداية مش لكل الناس يا أخوانا، القرآن ليس هداية لكل. الله عز وجل يقول يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. يبقى إذن القرآن مش هداية لكل الناس، هو في نفسه هداية لا شك لأنه كلام الله وهو الحق المبين، لكن في ناس عندها القابلية للهداية وفي ناس ما عندهاش القابلية. زي بالظبط كده، انت ما تبقى الدواء شغال، الدواء في نفسه هو دواء، لكن في واحد خلاص وصل لحالة ما يئوس منها، فده مهما تديله في أدوية خلاص مش هينفع معاه، ده خلاص انتهى أمره، فهو ما عندوش القابلية. فلازم يا اخوانا مع وجود الهداية يكون فيه القابلية. فلذلك يقول وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم، إن تسمع إلا من يؤمن، يعني المستعد للإيمان، إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون، هؤلاء مخلصون مستجيبون لما دعوتهم إليه. هؤلاء الكفار سيرجعون إلى الله سبحانه وتعالى كما قلنا، وهؤلاء الكفار مدعوون إلى التوبة قبل أن يأتي يوم لا تنفع فيه التوبة. وهذا اليوم إما أن يكون قيامة صغرى أو قيامة كبرى. فالقيامة الصغرى كما قلنا أن يموت الواحد منهم، والقيامة الكبرى أن تطلع الشرق من مغربها، أو أن تطلع الدابة التي وعدنا بها وهي من علامات الساعة الكبرى. يقول الله عز وجل وإذا وقع القول عليهم، يعني إذا أراد الله عز وجل أن يغلق أبواب التوبة، معنى ذلك إيه يا أخوانا؟ معنى ذلك إن الأبواب المفتوحة مش تفضل مفتوحة. إحنا أحيانا بنطمئن إنه اللي تحت إيدينا ده خلاص مضمون، وأي وقت هتوب، أي وقت هصلي، أي وقت هعمل. لا، الأمور ليست هكذا. فإنت إذا كان باب التوبة مفتوح دلوقتي فقد يغلق غدا، فالعبد يبادر. وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم، يعني إذا أراد الله غلق باب التوبة تمهيدا لقيام الساعة أخرج لهم دابة من الأرض تكلم الناس بلغاتهم المختلفة. طيب ما الهدف من إخراج هذه الدابة؟ هذه الدابة الهدف من إخراجها أن تكشف لهؤلاء الكفار أنهم كانوا بآيات الله سبحانه وتعالى الكونية والبيانية التي أنزلها الله عز وجل أنهم كفار لا يصدقون، فيكون الواحد منهم عبرة. وفي قراءة أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم، طيب عندنا تكلمهم من الكلام والحديث، أو تكلمهم من الكلم. ما هو الكلم؟ الكلم هو العلامة أو الألم، الإيلام البدني. يقول لك طرقت الباب حتى كلمتني، فلما كلمتني
طرقت الباب، قعدت اخبط على الباب لحد ما تعب متني، يعني دراعي كل تعب. فلما كلمتني، لما دراعي تعب كلمتني، طلعت حضرتها وايه وكلمتني بقى خلاص. فالكلم، الكلم يعني الايه، يعني الجرح، انك تجرح بشره الانسان. فهذه الدابه كما ورد في بعض الاحاديث تختم على الكافر انه كافر، وتختم على المسلم انه مسلم. واذا وقع القول عليهم اخرجنا لهم دابه من الارض تكلمهم ان الناس كانوا باياتنا لا يوقنون، يعني ستخبش بالمؤمن الكافر. ويوم نحشر من كل امه فوجا، يبقى اذا ضع في ذاكرتك ان الله عز وجل سيجمع الناس في يوم، وهؤلاء الناس عندما يجتمعون سيكون أفواجا، فالمؤمنون فوج، الكافرون فوج. يبقى المؤمنين مش هيكونوا زي الكافرين زي القيامة. ضرب بينهم بسور له باب، باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون. فهم يوزعون، يوزعون يرتبون صفوفا بحسب دركات كفرهم وبحسب جرائمهم. شوف ربنا العادل مش يحط الكافرين كلهم في سلة واحدة، لا، كل واحد منهم على حسب ايه، على حسب إجرامه. ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أماذا كنتم تعملون. حتى إذا جاءوا، المكان الذي خصصه الله عز وجل لحشر الناس قرب أبواب جهنم، قال الله عز وجل موبخا لهم، قال ماذا؟ قال أكذبتم بآياتي، أكذبتم رسلي الذين جاءوكم بآياتي أو بآياتي التي أنزلتها عليكم أو بآياتي التي أنزلتها على رسلي ليبلغوكم إياها، ولم تتفكروا في هذه الآيات، لم تتفكروا في معانيها، ولم تعلموا ما أريده منكم، ولم تعلموا ما جاء فيها، يعني ضيعتم دنياكم في اللهو واللعب والشهوات والأمور الأخرى التي ضمنها الله سبحانه وتعالى، ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون. كنتم بتعملوا في حياتكم الدنيا، يعني أنا اديتك فرصة علشان ترجع إلى الله، علشان تعرف ربك، زي بالضبط كده لما يكون واحد في الامتحان وبعدين تمر الساعتين ويجي إيه بعد كده يعيط لما الوقت ينتهي وهو ما كتبش حاجة في ورقته، فأول كلمة هنقولها له ما كنت بتعمل إيه في الساعتين. فنفس الكلام، الدنيا كلها دار امتحان، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج ليه نبتليه، يعني نختبره. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. فأنت في امتحان، هتضيع وقتك يبقى أنت خسران، أنت اللي هتخسر. أم ماذا كنتم تعملون ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون. وجب العذاب، وقع القول يعني وجب عليهم العذاب بما ظلموا بسبب ظلمهم لأنفسهم فهم لا ينطقون. بعد ما صدر الحكم الإلهي، الحكم القضائي الإلهي عليهم، فهم لا ينطقون، يعني ما يقدرش الواحد منهم يسعى عن نفسه، ما يقدرش الواحد منهم يقول أنا بريء، ما يقدرش الواحد منهم يقول من فضلك يعني أي حاجة، ما يقدرش. ليه؟ لأنه أقيمت عليه الحجة، بل حجج مختلفة، العقل حجة، الإسلام حجة، سيدنا النبي حجة، وجود المسلمين على الأرض حجة، يعني مجرد وجود المسلمين على الأرض حتى لو ما دعوش إلى الله حجة، الكون وما فيه والأرزاق اللي ربنا بيسوقها للعباد حجة. هل معقول كل اللي يبقى عبث؟ كل دي حجج يقيمها الله عز وجل علينا، فلذلك لا ينطقون، لا ينطقون. لذلك ربنا سبحانه وتعالى مباشرة بعد هذه الآية بيقول إيه؟
يعني ألم يروا أن جعلنا الليل ليسكنوا فيه، يعني أقل حاجة الواحد ممكن يفكر فيها إنه بينام ويصحى. النوم والصحيان ده آية من آيات الله. وبعدين أنت حضرتك بتنام، الكون كله عايز ينام معاك، الليل بيليل عشان تنام مرتاح، وبعدين في وقت نشاطك تلاقي الكون كله صحي معاك، فيبقى في حاجة اسمها نهار وفي حاجة اسمها شمس وحاجة اسمها قمر شغالين مسخرين لك. هو الإنسان إذا دخل بيت وجد كل من في البيت بيخدمه، مش لازم يسأل مين اللي أكرمني هذا الإكرام، ولا هو الواحد فينا يبقى أعمى لهذه الدرجة؟ لازم الواحد يسأل من صاحب هذا البيت، مين صاحب البيت اللي اسمه الدنيا ده، وليه جاب إيه؟ دي حجج. ألم يروا، دي أقل حاجة، يعني لو ما سمعش خالص عن الدين ولا الإسلام ولا حاجة خالص، هذه الأمور تدعو للتفكير على الأقل. ألم يروا أن جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. في نعمتي الليل والنهار آيات متعددة ودلالات عديدة على وجود الله وعلى علم الله وعلى عظيم قدرة الله وعلى كمال حكمة الله لمن لديه الاستعداد للإيمان. ما هو أنت لما هتفكر التفكير ده هيقودك لا شك إلى السؤال، والسؤال هيبقى مؤرقة لحد ما تلاقي الإجابة. وإن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا، ربنا يهديك. لا شك لا شك، وكثير من قصص الناس اللي أسلموا شفناهم أسلموا بسبب سؤال يؤرقهم، يعني مش كله بيغرق في الشهوات كده زي ما احنا شايفين بحيث يبقى عمال ينتقل من شهوة إلى شهوة لحد ما عمره ينقضي، لا، في ناس منهم بتفكر وبيهتدوا في الآخر. إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون ويوم منفخ في الصور ففزع من في السماوات. تنتقل الآيات الآن للحديث عن بعض علامات القيامة التي تنتظر هؤلاء الكافرين، نبدأ بهذا إن شاء الله في المرة القادمة، والحمد لله رب العالمين، وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.